بعد سنتين من العذاب بالتعليم عن بعد بسبب كورونا، وأخيراً رجع الطلاب على المدارس، بس أسبوع دوام؟ أسبوع فيش دوام. طيب هالأسبوع عم بيكون كافي للطلاب لتقدر تركز وتضل متذكرة اللي أخدته؟ ما بنعرف. شو رأيك بقرار الأونروا بالدوام التناوي بأسبوعي أسبوع لا؟ لا، منه منيح أبداً أبداً أبداً، ما منيح من جهة أنه عدم التركيز للطفل، ومن جهة تانية الولد حتى بنسى شو درس. الأولاد عم بيواجهوا صعوبة بالتعليم، يعني عم بيروحوا أول أسبوع بيرجعوا بعطلوا تاني أسبوع، عم تقريباً في أولاد عم تنسى المعلومات اللي عم تاخدها. ما مزبوط هذا القرار، لأنه شو بدي يستوعب إذا أسبوع لعب أسبوع دراسي؟ الأولاد ما عم تلحق تتعود على النظام الدراسي، بيرجعوا بيعطلوا، فبتحس الولد إنه ما كتير ارتبط بالمدرسة، صارت الشغلة عنده مثل روتينية، بس إنه ما عم بتحس الولد إنه عم بتابع عم بدرس أخذ للموضوع أهمية، فكتير إنه صار ولد بتحسيه بعيد حتى عن جو الدراسة، شو أسبوع كامل يقعد بالبيت. حلو أبداً، ما منيح، يعني لو نرجع لدوامنا القديم أحسن. فيه تعب شوي لأنه بصيروا يرصوا أكتر، يعني إجباري بدهم يرصوا الأسبوع اللي يكون فيه دوام، أسبوع ما فيه دوام عم بيريحوا يعني، وعم بيعملوا أونلاين بس وظائف كتير. صراحة ما منيح أبداً، إنه قبل كان أحسن، وحتى الأونلاين بيكون أحسن من هيك، لأنه ما عم نفهم شيء بالأسبوع العادي، بالأسبوع الثاني كمان عم ننسى المعلومات اللي أخذناها. يعني أنت برأيك أسبوع دوام عم بيكون كافي للولد يركز ويفهم؟ أكيد لا، لأنه الولد ما عم بقول لك إنه مثلاً أسبوع عم بدرس بفيق الولد بكير وبنتظم وبتابع، الأسبوع الثاني عم بحس إنه ما عنده شيء. الدروس اللي عم ياخذوها صراحة قليلة، يعني هو بكفي اللي ياخده ليفهم الدرس اللي عم ياخدوه، بس كمان انه الاسبوع العطله يعني عم نحس انه في الولد عم بيصير في عنده تقصير، ما عم باخذ معلومات كافيه مثل قبل. طيب انت عم تقدر تضل مركز ومتذكر الدروس اللي اخذتها قبل باسبوع؟ هي مشكله، لا انه لازم دائما يكون في مراجعه، اذا ضل في مراجعه اكيد الواحد بقدر يتذكر. انه عم باخذ المعلومات بهذا الاسبوع والاسبوع اللي بعده عم بنسى كل شيء، مع انه عم بحاول ادرس وراجع، بس بنفس الوقت رحنا طلعنا من جو الدراسي، لانه ما عم نرجع نعيد بالمدرسه، انه عطله وما عم نعمل اسئله وهي الشغله. شو عم يعمل ابنك بالعطله؟ بلعب، ما عمالي اقرب على الكتب ابدا، بقول لي ما عم بفهم إشي، وحتى حطيته عند استاذ وما عم بركز لانه نفس الشيء. بالعطله عم نضل نرجع للدروس اللي ماخذينها بالاسبوع اللي قبل، بس انه يعني ما فينا نضل نعيد لنا الدرس مثلا 7 ايام. هلا ابني بالعطلة عم بلعب، اللي من درسه يا من رجع، قد ما رجعنا قد ما رجعنا قد ما كان الولد ذك حيطيروا من عقله، بتعرف هذا الجيل. بقعد مع رفقاتي بالليل، بسهر مع العائلة، والصبح بروح على المعهد براجع الدروس وبرجع براجع بالبيت. بدرس بلعب هيك يعني، وبطلع عند رفقاتي برجع. إذا ضل الدوام هيك بتفكري تبطلي بنتك من المدرسة ولا لا؟ أكيد لا، أكيد لا، أنا يعني الشيء البسيط أحسن من ولا شيء يعني صراحة يعني. لا أكيد لا، ما بغطله، ما مستحيل.